نظمت مديرية الصحة بمحافظة أسوان قافلة علاجية بقرية القراريش التابعة لمركز ومدينة كومومبو في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تم توقيع الكشف على المترددين وصرف العلاج الذي يتوفر منه نحو 130 نوعا بالمجان، كما تم تحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء عمليات جراحية وعمل أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي بالمجان. النهاردة في قرية القراريش بنستقبل حالات الجراحة وبنشخصها، وأي حالة محتاجة وصفة علاجية بنكتبها لها، وبيصرفوا العلاج من الصيدلية مع القافلة مجانا، وأي حالات محتاجة عمليات جراحية بنحولها على المستشفيات المحيطة. القوافل الطبية العلاجية بتطلقها وزارة الصحة في محافظة أسوان مرتين أسبوعيا، بيتم تنفيذ القافلة على مدار 3 أيام. اليوم الأول بيبقى إعداد للتجهيز للمكان، واليوم الثاني والثالث توقيع الكشف الطبي على أخواتنا وأهلنا وناسنا. فكرة القوافل الطبية العلاجية هي عبارة عن مستشفى ميداني متنقل.